عالم الجاهلية المظلم. إنك تعرف كيف تشتري العبيد يا أمية. سأشتريه. رجل واحد اصطفاه الله ليغير وجه العالم إلى يوم الدين. الشائعات تكثر عن اجتماع أصحاب محمد سراً. إلى أين تذهب كل ليلة؟ لأسمع كلام رسول الله. في زمن تحدى التشريع الإلهي فيه التقاليد والأعراف السائدة. إذا استمر محمد في دعوته فلن يتبقى لنا شيء. وأضاء الإيمان قلوب الكثيرين. أشهد أنك لصادق يا ابن أخي. اسمعيه يا أمي. وامتلك الحقد قلوب البقية. إنه رجل كغيره. لا، أنت رجل كغيره. محمد يقول آلهتكم مجرد حجارة، يجب أن نضع له حدا. أوقفوه. افعل ما تراه مناسبا. احموا رسول الله. لأسنا قتل لمن يأتي بمحمد. انطلقوا. حاولوا. حمزة، كيف تجرؤ على إهانة محمد؟ فلندع الراحة حتى تصبح عبارة لا يزال محمد حيا. قد مات محمد. لقد قتلنا محمدا. حقا ما قيل؟ قتل محمد؟ إلى الجبل. اليوم انتصرت آلهتنا. قتلانا في الجنة. آمنوا بما شئتم ما دام محمد قد مات. محمد حي. من تلك الصحراء المقفرة أضاء نور الله، حمل شعلته رجال عرفوا رسول الله، آمنوا برسالته واتبعوه. أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.